مرحبا، أهلا وسهلا بكم. يعيش الأقصى أياما صعبة مع توالي الاقتحامات. مستوطنون ومتطرفون يهود استباحوا باحات الأقصى المبارك وسط اعتداءات طالت المرابطين مع شن قوات الاحتلال لحملة اعتقالات بمناطق متفرقة من الضفة الغربية تزامنا وافتتاح متحف تهويدي أسفل البلدة القديمة من القدس. ما الذي يعد للمسجد الأقصى مع فتح متحف تهويدي للقدس؟ لماذا شهد العام الجاري أكبر عملية ضم فعلية بعد 1967؟ ومع تزايد تأثير المستوطنين، ما خيارات الجيل الفلسطيني الشاب للمواجهة؟ في نبض العالم لهذا الاثنين، نبحث إقدام الاتحاد الأوروبي على عقد جلسة غير رسمية لوزراء خارجيته بكييف، تعتبر الأولى من نوعها خارج حدوده وفق مسؤول الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل. الكريملين من جهته أكد أن تعب الغرب من تقديم الدعم لأوكرانيا سيزداد. لماذا اختار وزراء خارجية أوروبا كييف لعقد جلستهم؟ أي رسائل يبعث بها الاتحاد الأوروبي في ذروة الحرب الأوكرانية؟ وما تداعيات هذه الخطوات على مسار الهجوم المضاد؟ اقتحم مئات المستوطنين صباح الاثنين باحات المسجد الأقصى المبارك بحماية قوات الاحتلال الصهيوني. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية وفاء نقلا عن شهود عيان بأن الاقتحامات ضمت أعضاء من الكنيست ووزراء سابقين اقتحموا باحات الأقصى على شكل مجموعات متتالية من جهة باب المغاربة، وأدوا طقوسا تلمودية في باحاته في ثالث أيام ما يسمى عيد العرش اليهودي. في سياق أكد الناطق باسم حركة حماس عن مدينة القدس محمد حمادة أن الاعتداءات الوحشية للاحتلال على المرابطات والمرابطين عند بوابات المسجد الأقصى تعتبر جرائم حرب تستدعي من العالم النظر فيها. اتهم رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية حكومة الاحتلال الصهيونية الحالية والسابقة بمحاولة ضم المناطق المسماة جيم، مشددا على أنها جزء لا يتجزأ من أراضي دولة فلسطين كاملة. باسمكم يناقش مجلس الوزراء اليوم تعزيز صمود أهلنا في المناطق المسماة جيم وتمكين بنيتنا التحتية في تلك المناطق. إن مناطق جيم جزء لا يتجزأ من كامل أراضي دولة فلسطين، وإن هناك محاولة من قبل الحكومة الإسرائيلية الحالية وسابقاتها لضم تلك المناطق، ومنذ بداية عملنا أعطينا هذه المناطق أولوية كبرى في مختلف المجالات، واليوم نجدد إطلاق برامج ذات العلاقة بتلك المناطق، وجميع الوزارات تعمل على إنجاح البرنامج كل حسب اختصاصه. ولمناقشة الموضوع نسعد بأن يكون معنا مباشرة من رام الله أستاذ العلوم السياسية الدكتور أمجد شهاب، ومن طول كرم نسعد بأن يكون معنا مدير مركز الميدان للدراسات والاستشارات الأستاذ محمد ناجي صبحة. مرحبا، أهلا وسهلا بكما ضيفي الكريمين. دعنا نبدأ معك دكتور. طبعا وفق دائرة الأوقاف الإسلامية
نتحدث عن أكثر من 1000 مستوطن ومتطرف يهودي اقتحم المسجد الأقصى منذ صباح اليوم، وهو مشهد تكرر كثيرا في الأيام الأخيرة. كيف هو الوضع أو المشهد بالأقصى دكتور أمجد؟ طبعا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي لكم ولضيفكم الكريم ولجميع السادة المشاهدين على قناتكم الكريمة. المشهد اليوم كان يوم صعب ويوم حزين على باحات المسجد الأقصى، وكان هناك أكثر من 1400 مستوطن قد اقتحموا باحات المسجد الأقصى، وكان هناك أعضاء مهمين في الكنيسة وبعض رجال السياسة وأيضا بعض الحاخامات تزعموا دخول هذه المجموعات. طبعا المحزن أكثر أنهم يسيطرون على جميع الأبواب، والمسجد الأقصى يقع تحت الاحتلال بشكل أساسي، ومنعوا من سنه يقل عن 50 عام دخول بحات المسجد الأقصى، وحولوا المدينة القديمة إلى ثكنة عسكرية بشكل أساسي للسماح بتحرك المستوطنين سواء داخل بحات المسجد الأقصى أو في داخل البلدة القديمة، وكانوا يحملون بشكل أساسي ما يسمى بالقربان النباتي. لاحظنا أنهم يحملون ذلك بكثافة كبيرة جدا، وكانت هناك محاولات استفزاز كثيرة للمقدسيين داخل البلدة القديمة، وتم الاعتداء على المرابطات والمرابطين الذين أبعدوا من باحات المسجد الأقصى ولم يسمح لهم بالدخول في باحات المسجد الأقصى. يريدون من خلال كل هذه الاقتحامات أن تكون هذه الاقتحامات واقع، وهذا الواقع يكون مقبول، ولا يريدون أي معارضة لهذه الاقتحامات. هم قطعوا شوط طويل في التقسيم الزماني ويحاولون الانتقال من التقسيم الزماني. دعني أطرح هذه النقطة على الأستاذ محمد ناجي صبحة. طبعا يريدون لما يحدث أن يكون واقعا. أستاذ صبحة السلام عليكم، حياك الله أخي الكريم أنت وضيفك الكريم عموم المستمعين والمشاهدين. نعم، هو للأسف هذا ما تحصلوه في الفترة الماضية. اليوم عندما نستمع أن عدد من المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى لا نجد أن الأمر غريبا ولا يستفز الناس كثيرا للأسف. يعني نحن نتحدث، أول أمس كان هناك كسر لرقم جديد وهو 2200 مستوطن يقتحمون المسجد الأقصى بيوم واحد، وهذا رقم غير مسبوق في التاريخ الصهيوني منذ احتلال القدس. وبالتالي أنا ذكرت سابقا أن الاحتلال الإسرائيلي يسعى من خلال هذه الأعياد إلى كسر المزيد من الأرقام القياسية التي توطئ إلى الاعتياد، اعتياد الناس على هذا المشهد، اعتياد الناس على الاقتحامات، على أعداد كبيرة من الاقتحامات. اليوم هم بدأوا بفكرة جديدة، كانوا أحيانا يقلون المسجد الأقصى وإن كان قليلا، اليوم أصبح إخلاء المسجد الأقصى مع دخول هؤلاء المتطرفين الصهاينة أمر طبيعي. يقلون المسجد الأقصى، انتقلوا اليوم إلى موضوع آخر وهو إخلاء البلدة القديمة أو إدخال الناس إلى بيوتهم حتى يعطوا الفرصة لهؤلاء المقتحمين أن يدخلوا بشكل آمن وأن يتحركوا بشكل آمن. وأنا أعتقد أن السبب ليس فقط لتوفير الأمان، الأهم من ذلك هو فرض هذا الأمر على أرض الواقع بحيث يصبح حقيقة واقعة يعتادها الناس، أنه في هذا اليوم تخلى هذه البلدة القديمة ويخلى المسجد الأقصى ويترك للمتطرفين. فماذا بقي من التقسيم الزماني وماذا بقي من التقسيم المكاني؟ التقسيم الزماني هو أن تخلي هذه الأماكن المقدسة وقت معين لهذا الدين ووقت معين لدين آخر. أنت تعلم أخي الكريم أن الحرم الإبراهيمي مثلا الآن أصبح 10 أيام في السنة يخلى بشكل كامل من المسلمين، يخلى طوال اليوم 24 ساعة، ثم يدخل المتدينون المتطرفون الصهاينة يعبثون به، يصلون صلواتهم التلمودية ويستبيحونه لل 24 ساعة أو ليومين متتاليين، ثم بعد ذلك يدخل المسلمون إلى هذا المكان. وبالتالي هذا ما يسعون إلى تحقيقه في المسجد الأقصى وأكثر من ذلك. وهذا للأسف
ما يعني نجحوا فيه ولو بشكل جزئي. نعم دكتور أمجد، دعني أتحدث عن نقطة محددة. الاحتلال الصهيوني افتتح متحفا تهويديا على بعد عشرات الأمتار من المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة. الأهداف واضحة، الترويج للرواية الصهيونية المزورة، ماذا تضيف؟ نعم، هناك تقريبا 46 نفق، وهذه الأنفاق متواصلة بين بعضها. حولوا بعض الأنفاق إلى متاحف، وهذه المتاحف أيضا حولوها إلى أماكن لعملية تزوير التاريخ وعملية غسل دماغ السواح. فهم يتعرضون بشكل أساسي إلى عملية تحريف كامل للتاريخ وتزويره، من خلال أنهم أيضا زوروا قطع أثرية يدعون بأنهم قد وجدوها أسفل المسجد الأقصى. أيضا هم يسيطرون سيطرة كاملة على المنطقة الأسفل المسجد الأقصى من خلال سيطرتهم على جميع هذه الأنفاق، وهذا يعتبر تقسيم مكاني لأسفل المسجد الأقصى. وهذه الأنفاق أيضا تعرض أساسات ودعامات المسجد الأقصى للخطر، خطر الانهيار. هم بطريقة أو بأخرى يعملون بشكل ممنهج من خلال الدعم السياسي ومن خلال القوة والماكنة الضخمة التي يحركونها إعلاميا لإظهار بأن هناك حقائق أساسية قد يحولون الكذبة إلى واقع. لاحظنا البارحة أنهم يوزعون هذه الأوراق، بعض الكتيبات الصغيرة، يسلمونها إلى السواح. طبعا تعتبر المسجد الأقصى يعتبر بيت الهيكل، ولديهم خارطة في الداخل طبعا كلها أسماء محرفة لما يسمى بالهيكل المزعوم. طبعا تغيير كامل وتزوير كامل للمسجد الأقصى ولكل المناطق لتهيئة الأجواء للانتقال من التقسيم الزماني إلى التقسيم المكاني. نلاحظ أن هناك إمكانيات ضخمة مالية وما يعني بشكل أساسي، وهناك أيضا تحضير لأفواج. عندما يطرح بعملية إدخال الأفواج إلى باحات المسجد الأقصى، يعرض عليهم مواصلات مجانية، يعرض عليهم مكافآت مالية، ويعرض عليهم وجبات غذاء أيضا مجانية لتشجيعهم للحضور واقتحامات المسجد الأقصى. طيب. رغم أن الأغلبية الحاخامات ترفض هذه الفكرة، ولكنهم تقدموا بشكل أساسي في عملية التقسيم المكاني، وأصبح التقسيم المكاني بين قوسين أو أدنى من عملية تنفيذه في المراحل القادمة. نعم أستاذ محمد، حتى نبقى في السياق، ما الذي يحضر لمدينة القدس بين الاقتحامات، التهويد، تهجير سكان المدينة؟ ما السيناريو الأخطر الذي يمكن أن يحصل؟ هم يسيرون ضمن خطة، وأنا أعتقد أن بعض الناس يفهم خطأ أن غلاة المتطرفين يتصرفون بشكل غوغائي وعشوائي. هؤلاء وضعوا لأنفسهم خطة واضحة تهدف إلى نسف المسجد الأقصى، هدمه بشكل كامل، وإقامة الهيكل المزعوم مكان المسجد الأقصى، وهم يسيرون قدما بهذا الاتجاه. وهم حققوا حتى الآن خطوات ومراحل ودرجات في طريقهم هذه، وربما هم لا يعلنون ذلك بشكل صريح. بعض غلاتهم يعلنون ذلك، ولكن صراحة يحاولون أن لا يعلنوا حتى لا يستفزوا العالم العربي والإسلامي. ولكن تعال وانظر كما تفضل الضيف الكريم، إن ذكرت 46 نفق أسفل المسجد الأقصى، وهي أنفاق متواصلة فيما بينها. إذن أين هي أساسات المسجد الأقصى؟ إذا حصلت هزة أرضية خفيفة سوف ينهار المسجد الأقصى، ثم سوف يقال أنه انهيار طبيعي ولن يسمح للمسلمين أن يبنوا المسجد الأقصى. أنت تعلم أخي الكريم، وليعلم المستمع والمشاهد الكريم، أن كيسا من الإسمنت يمنع أن يدخل إلى البلدة القديمة، يمنع أن يرمم أي بيت يصبح فيه بعض الانهيارات أو التكشرات أو غير ذلك، لأنهم يريدون لهذه البلدة القديمة أن تبقى على قدمها تحت مسمى وغطاء آثاري، ولكنهم يريدون أن تكون مكانا ضعيفا وضعيفا جدا، حتى إذا حصل أي هزة
مفتعلة أو طبيعية ينهار المسجد الأقصى. هذا أولا. أما على المدى المنظور والقريب، هم يريدون أن يسيطروا على المسجد الأقصى، على أجزاء المسجد الأقصى. الآن من يتحدث من المسلمين عن حائط البراق؟ أصبح بحكم الأمر الواقع حائط المبكى، وأصبح بحكم الأمر الواقع مصلى للاحتلال، ولا يمكن لأحد من المسلمين أن يدخله. نعم. كان بالإمكان أن يدخله قبل فترة ثم منع ذلك بشكل مطلق. الآن هم يسيرون قدما بهذا الاتجاه. عندما افتتح النفق تحت المسجد الأقصى في العام 1996 حصلت هبة كبيرة، استشهد فيها أكثر من 70 أو 76 من الفلسطينيين، وقتل من الإسرائيليين عددا، ويعني كانت حدثا عظيما. الآن تفتتح هذه الأنفاق ولا يحصل شيء، رغم أنهم يقيمون هذه المتاحف بدون أي يعني غطاء علمي حقيقي. أنا قرأت لمجموعة من كما يسمونهم الأرخيولوجيين، علماء الآثار، الصهاينة الذين جاءوا وحفروا البلاد طولا وعرضا وركزوا على المسجد الأقصى والأسفل وعلى البلد القديمة وعلى القدس بشكل عام، لم يستطيعوا. وأنا قرأت لهم بشكل واضح، قالوا لم نستطع أن نحصل على دليل واحد قطعي أننا كنا هنا قبل ذلك. وبالتالي هم يريدون أن يزوروا التاريخ. أنت عندما تشاهد على الشاشات هؤلاء المتطرفون والمتدينون يقفون في باحات المسجد الأقصى وينفخون في البوق ويقدمون القرابين النباتية، أنت تقول القدس يهودية. أنت عندما تشاهد أنفاقا وتشاهد داخل الأنفاق متاحف، وهذه المتاحف فيها بعض الأغراض المزعومة أنها تاريخية للديانة اليهودية وللحكم اليهودي الاحتلالي القديم، بالتالي أنت تصدق من بعيد أن هذه أرض كانت أرضا يهودية. هم يريدون أن يزوروا التاريخ على مرأة ومسمع من العالم، ويعني لا أدري أين موقع العرب والمسلمين من ذلك. نعم، في هذه النقطة كنت سأطرح سؤال على الدكتور أمجد. خطوات التطبيع التي أقدم عليها البعض، ألا تراها تخطيا على الإجماع العربي بناء على المبادرة العربية عام 2002 طبعا، الذي أراد حفظ حقوق الشعب الفلسطيني في الأرض والعيش في دولته؟ نعم، التطبيع مع الاحتلال هو خيانة كبرى للقضية الفلسطينية، وأيضا القدس والمسجد الأقصى هو جزء من العقيدة الإسلامية، وهو أحد أهم الأماكن المقدسة للمسلمين. هو مصر النبي صلى الله عليه وسلم، أولى القبلتين، وثالث الحرمين الشريفين. هو بمرتبة المسجد الحرام في مكة، وأيضا في مرتبة مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة. التطبيع مع الاحتلال في ظل وجوده تحت الاحتلال، وأيضا في ظل الاقتحامات، هذا يعتبر خيانة بالدرجة الأولى للدين الإسلامي وللعقيدة الإسلامية، وأيضا للقضية الفلسطينية بالدرجة الثانية. فهذا هو طعمه في خسر القضية الفلسطينية. أيضا هو تخاذل عن تحرير أهم المدن العربية والإسلامية، وأيضا أهم الأماكن الإسلامية. هو واجب في عقيدتنا في تحرير أراضينا وأيضا مقدساتنا. التطبيع من أجل مصالح أو علاقات أو رضا أمريكا على بعض الأنظمة، هذا يعتبر للأسف الشديد مؤسف جدا، ونتمنى أن تتراجع المملكة العربية السعودية وبعض الدول أيضا. هناك تجارب مؤلمة لعمليات التطبيع، سواء كان مع الجمهورية العربية المصرية وأيضا مع المملكة الأردنية الهاشمية، لم يستفيدوا شيء، بالعكس أوضاعهم تراجعت. وما يسمى بالشرق الأوسط الجديد والاقتصاد المزدهر، نلاحظ أن كل الدول التي طبعت مع تراجعت اقتصاديا وخسرت الكثير. أيضا ما يحدث في المسجد الأقصى، المفروض من الشعوب العربية والشعوب الإسلامية أن تتحرك، لأن كل اقتحام للمسجد الأقصى هو إهانة وإذلال لكل عربي وكل مسلم، لأن المسجد الأقصى جزء لا يتجزأ من كرامتنا ومن شرفنا ومن عزتنا ومن عقيدتنا. نتفاجأ بالبعض
أنهم يحملون الشعب الفلسطيني أخطاء ارتكبت من قبل قيادة وقعت على اتفاق هزيل مرغمة أو لأي أسباب أخرى نحن لا 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 نقبل بها أيضا، ولكن هذا ليس مبررا. نعم. عندما نجد أن أحد الشعوب العربية عاجزة أو تتعرض للقمع بأن نترك هذه القضية فقط ونبحث عن مصالح ذاتية على ظهر المصلحة العامة العربية ومصلحة والقضية العربية الأولى. نعم. من أجل أهداف واهية، من أجل مصالح واهية. نعلم جميعا بأن اليهود يخططون إلى شرق، إلى مملكة، ولديهم أهداف كبيرة جدا. طيب. باجتياح دول عربية وعلى رأسها المملكة الأردنية. عندما نرى أن الخرائط التي ترسم على بيوت قيادات كبيرة صهيونية حاليا ووزراء مهمين جدا بأن المملكة الأردنية. طيب دكتور، طيب دكتور، عفوا على المقاطعة دكتور أمجد، لم يبقى القليل أو الكثير من الوقت، دعني أطرح سؤال آخر الأستاذ محمد ناجي. هل في السياق الدولي دائما، هل الظروف الدولية خدمت الكيان؟ نتحدث عن التوقيت الذي يقوم فيه الكيان بخطوات متسارعة. الكيان يتصرف بخطوات متسارعة. أنا رأيي أن الوضع العربي هو الذي أعطى فرصة للاحتلال الإسرائيلي أن يتطور كذلك، وليس الوضع الدولي بشكل عام. الوضع، نعم، الوضع العربي، أنت ذكرت قبل قليل السعودية. الآن الاحتلال الإسرائيلي يتحدث بشكل واضح وصريح، وأنا أعني ما أقول، هم يقولون أن اتفاق سلام مع السعودية هو الذي سيشكل حبل النجاة لهذا الكيان، لهذه الحكومة، لرئيس وزرائها المتهالك، لهذا الواقع الصعب الذي تحياه دولة الاحتلال مع المقاومة ومع وحدة الساحات ومع هذه التفاصيل. وبالتالي يعني ذكرت قبل قليل أنت موضوع المعاهدة، المبادرة العربية، عفوا، السودان بلد اللاءات الثلاث، تخلت عن اللاءات الثلاث وطبعت. السعودية بلد المبادرة العربية، تخلت عن المبادرة العربية وطبعت. منظمة التحرير تخلت عن فلسطين التاريخية وتحدثت عن ما هو مسخ ولا يرقى لأن يتحدث عنه. بالتالي هذا الواقع لا شك أنه خدم الاحتلال، ولا شك أن إذا حصل اتفاق بين السعودية والاحتلال الإسرائيلي سيخدم الاحتلال بشكل كبير جدا. قبل يومين كان هناك وزير احتلالي زار السعودية بشكل علني، قال لقد استطعنا أن نحدث تصدعات في الجدار العربي. نعم. وأن نحدث هدما، تخيل هذا التعبير. انظر إلى تعبيرات نتنياهو في الأمم المتحدة عندما قال سنصنع شرق أوسط جديد وسننهي الصراع العربي الإسرائيلي. أنا أقول لك من هذا المنبر، إذا حصل اتفاق بين السعودية وبين إسرائيل سوف تلحق بالسعودية مجموعة من الدول العربية والإسلامية، وللأسف وهذا واضح من خلال ووضحت الفكرة. الكثير من التصريحات. أتأسف لأني قاطعتك أستاذ محمد ناجي صبحة لضيق الوقت، أشكرك جزيلا الشكر مدير مركز الميدان للدراسات والاستشارات الأستاذ محمد ناجي صبحة، كنت معنا من طول كرم. الشكر موصول أيضا لأستاذ العلوم السياسية دكتور أمجد شهاب، كنت معنا من رام الله. شكرا جزيلا لكم ضيفي الكريمين. مشاهدينا مستمرون معكم في ربض العالم بعد قليل، ألقاكم في الموضوع الثاني. أعلن مسؤول الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل الاثنين أن جميع وزراء خارجية التكتل يجتمعون لأول مرة خارج حدوده في العاصمة الأوكرانية كييف.
ولفت بوريل في بيان على وسائل التواصل الاجتماعي لأن عقد الاجتماع الذي وصفه بالتاريخي في كييف تعبير عن التضامن ودعم التكتل للشعب الأوكراني، فيما رحب وزير خارجية أوكرانيا ديمترو كوليبا باجتماع نظراء الأوروبيين في كييف. هذه الحرب لها عواقب وخيمة على العالم بأسره، لكن بالنسبة لنا نحن الأوروبيين إنه تهديد وجودي ربما لا ينظر إليه على هذا النحو من قبل الجميع في كل أنحاء العالم، لكن بالنسبة لنا، اسمحوا لي أن أكرر ذلك، يبدو أنه تهديد وجودي. لهذا السبب علينا أن نواصل الدعم والمناقشة مع حلفائنا وأصدقائنا الأمريكيين حتى يواصلوا الدعم. لبحث الموضوع نسعد بأن يكون معنا من موسكو مدير مركز جي أس أم للدراسات والبحاث الدكتور آصف ملحم. مرحبا، أهلا وسهلا بك دكتور. سعداء بأن تكون معنا. طبعا نتحدث عن هذا الاجتماع الذي هو الأول من نوعه للاتحاد في بلد خارج حدوده، ما الذي يعنيه رغم أن مسؤول الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي صرح بالقول إنه دعم لأوكرانيا؟ نعم، تحياتي لكم وللسادة المشاهدين. سيدي، أعتقد أن هؤلاء جاءوا لكي يعللوا أوكرانيا بالآمال والأحلام وليس أكثر من ذلك. يعني الولايات المتحدة الأمريكية يبدو وكأنها نقلت هذا العبء الثقيل من كتفها إلى على كتف الأوروبيين، وأصبح هذا واضحا للجميع. بالمناسبة في الأسبوع الماضي تحديدا، يعني عدد المقالات التي خرجت في الدول الغربية حول أن الحرب في أوكرانيا ستكون طويلة وبطيئة جدا كان عددا قياسيا بكل يعني وفق جميع المراقبين. وبالتالي الموضوع أعتقد كما قلت هو تعليل لأوكرانيا بالآمال والأحلام. هذه نقطة. النقطة الثانية، يحمل في طياته نوع من كشف يعني للأسيادي على ممتلكاتهم في الدول التي كانوا يستعمرونها سابقا. يعني هم يقولون أننا جئنا إلى هنا لكي نعيد بناء الاقتصاد الأوكراني. أصبح واضحا أن المشكلة الأوكرانية تهدد أوروبا أكثر مما تهدد الولايات المتحدة الأمريكية، والولايات المتحدة الأمريكية بدأ يبدو بوضوح أنها تنفض يدها يعني من هذه المسألة شيئا فشيئا. ويبدو أن روسيا يعني قد حزمت أمورها، وقد نكون أمام شهر عاصف جدا في أوكرانيا، وستقوم روسيا بتوسيع هجومها في كل أنحاء أوكرانيا، وقد تضم أراضي جديدة، وقد توسع هجومها نحو الغرب. لذلك أعتقد أنه جاء هذا الاجتماع فقط لرفع الهمم وشحذ الهمم ويعني ورفع ثقة الأوكرانيين بقدرتهم على النصر وتحقيق النصر، وخاصة في ظل هذه الظروف التي بادت في أوكرانيا. يعني الوضع في أوكرانيا مأساوي إلى أبعد الحدود. يعني عدد الجنود الذين فقدوا أطرافهم في أوكرانيا خلال السنة والنصف الماضية يفوق عدد جميع الجنود الذين فقدوا أطرافهم في الحروب التي خاضتها الولايات المتحدة الأمريكية في أفغانستان والعراق خلال 20 سنة تقريبا. ومن نعم. ندرك حجم المأساة التي تمر بها أوكرانيا. نعم، ومن القدس نسعد بالترحيب بالمحلل السياسي الأستاذ راسم عبيدات. مرحبا، أهلا وسهلا بك أستاذ راسم. دكتور آصف ملحم قال أن هذا الاجتماع اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في كييف لأول مرة خارج حدود الاتحاد اجتماع لرفع الهمم وفقط، ما رأيك وما الذي تريد أوروبا أن ترسله من رسائل إلى كييف وإلى موسكو؟ نعم، هذا الاجتماع الذي تتحدث عنه الاتحاد الأوروبي 27 دولة لأول مرة هو اجتماع تاريخي خارج حدود الاتحاد الأوروبي، وهم يقولون بأنه ليس خارج حدود الاتحاد الأوروبي بل هو ضمن حدود الاتحاد الأوروبي المستقبلي، بمعنى أنهم يريدون ضم كييف أو أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي، وبالتالي هم يقولون بأنهم سيعبرون عن دعمهم إلى نظام كييف عسكريا ويقفون إلى جانب هذا النظام. هم يدركون تماما أن حالة من الانقسامات وحالة من الخلافات العميقة تسود دول الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بقضية دعم أوكرانيا، وخاصة في ظل أن الهجوم المضاد الذي تقوم به أوكرانيا لم يحقق
هو بطيء ولم يحقق أي من الأهداف التي كان يرمي إليها، بالإضافة إلى أن الكثير من الأسلحة التي تم تسويد نظام كييف بها من سواء من قبل الولايات المتحدة الأمريكية أو من دول الاتحاد الأوروبي يجري تدميرها بشكل منظم من قبل القوات الروسية. وبالتالي أنا أعتقد بأن هذا تعبير عن حالة عجز وليس عن ويأتي في إطار صحيح أنه يدعم نظام كييف، ولكن أن الاتحاد الأوروبي تعب من دعم أوكرانيا والولايات المتحدة الأمريكية نفسها حتى في القانون المؤقت للكونغرس الأمريكي في إطار الدعم الحكومي استثنى أوكرانيا من عملية الدعم، ولكن أنا أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية ستستمر في الانخراط في النزاع والمحاربة في الاتحاد الأوروبي دون أن تخسر أي جندي من جنودها، وهي المستفيدة على المستوى الاقتصادي والتجاري وعلى المستوى العسكري من استمرار الحرب في أوكرانيا، وهي تريد وهي تعمل بشكل واضح من أجل إضعاف الدولة الروسية وعدم خلق حالة من الاستقرار. هي تريد أن تستنزف موسكو سياسي عسكريا واقتصاديا، ولكن واضح أن روسيا تستفيد من هذه العرض، هذه الحرب تحقق نجاحات عسكرية واقتصاد روسيا يشهد نمو اقتصادي ولا يتراجع، ومن يدفع الثمن هي دول أوروبا التي بات أنها تعيش أزمات عميقة وحتى عزوف عن دعم نظام كييف. ولذلك هذا الاجتماع لا أعتقد أنه سيشكل رافعة نظام كييف، وخاصة أن الجيش الأوكراني على حافة الانهيار وهناك المزيد من الخسائر والتدمير الذي يطال أوكرانيا. والمحللين العسكريين سواء في الولايات المتحدة الأمريكية أو غيرها يقولون بأن إمكانيات نجاح أوكرانيا في الهجوم المضاد تعادل صفر، وبالتالي هي غير قادرة لا تعديل ميزان عسكري. طيب أستاذ راسم، استعادة أراضي عفوا المقاطعة أستاذ راسم، دعني أعود إلى دكتور آصف ملحم. طبعا نتحدث عن الكريملين، تحدث اليوم أو رد اليوم بالقول إن تعب الغرب من تقديم الدعم لأوكرانيا سيزداد. ألا ترى أن وزراء خارجية الاتحاد يسعون إلى إثبات العكس من خلال اجتماعهم في كييف؟ سيدي، اولا يعني الكلام عن امكانيه ضم اوكرانيا الى الاتحاد الاوروبي على سبيل المثال، يعني عندنا مثال حي وواقع وهو مقدونيا يعني منذ عام 2005 عضو مرشح للاتحاد الاوروبي وليس عضو كامل العضويه في الاتحاد الاوروبي. لذلك هم كما قلت يعني لا يوجد يعني هم سيتحملون مسؤوليه هذه الدوله التي دعموها طويلا، هم دعموا اوكرانيا طويلا بالسلاح والعتاد، واعتقدوا انهم قادرون على تحقيق نصر ما ضد روسيا، ولكن الواقع يؤكد عكس ذلك تماما. لا اعتقد سيدي في المستقبل، لا اعتقد ان الاتحاد الاوروبي قادر على تقديم اي شيء لاوكرانيا. يعني الاجتماع الذي المنتدى الذي حدث منذ يومين يعني في كييف ايضا، وهو المنتدى الدولي للصناعات العسكريه، وجاء يعني عدد كبير من مدراء المصانع العسكرية إلى كييف ويريدون توطين هذه الصناعات العسكرية في أوكرانيا. هذا من الناحية العملية غير واقعي على الإطلاق، وبالتالي إذا قامت أي شركة بإقامة أي مصنع في أوكرانيا فإن روسيا قادرة على تدميره في مراحل بنائه الأولى. لذلك أعتقد أن هذا الاجتماع حقيقة وهو اجتماع بمناسبة غير رسمي، يعني كما أعلن الجميع، نعم غير رسمي، هو دعم معنوي ورفع للهمم كما قلت وليس أكثر من ذلك. نعم أستاذ راسم، هل استشعرت أوروبا الخطر فبدأت بالتحرك؟ نتحدث عن هذا الاجتماع في كييف يفهم أيضا على أنه بداية للمواجهة دبلوماسيا وفتح الطاولات على الأراضي الأوكرانية. يا سيدي، صحيح أن دول أوروبا هي استشعرت الخطر وبالتالي تدعت إلى عقد هذا الاجتماع غير الرسمي، ولكن بالمقابل دعني أقول أن أوروبا تعيش أزمات، هي على الصعيد الاقتصادي تعاني من أزمات، وعلى الصعيد المجتمعي أيضا هناك أزمات، وبالتالي الانقسامات والأزمات الاقتصادية والاجتماعية، وعلى صعيد الطاقة كل هذا، وأيضا حتى المخازن الأوروبية التي تزود نظام كييف بالأسلحة سواء فيما يتعلق بالدبابات أو المدرعات أو حتى الصواريخ، هي أصبحت غير قادرة على تلبية احتياجات أوكرانيا من تلك الأسلحة في ظل قيام
القوات الروسية بعمليات تدمير لتلك الأسلحة، والتي ربما ستتحول مستقبلا إلى معرض لهذه الأسلحة التي يجري تدميرها. نحن أنا أقول بشكل واضح أن الرهان على أن ينجح الهجوم المضاد من قبل النظام الأوكراني في استعادة أي جزء من الأراضي التي هي ضمت إلى روسيا، هذا غير وارد في هذه المرحلة ولا في المراحل القادمة. وأعتقد أن حتى الولايات المتحدة الأمريكية التي هي الداعم الأساسي للحرب في أوكرانيا والتي هي المستفيد الأول منها سواء على الصعيد العسكري أو على الصعيد الاقتصادي، هي بدأت تشعر بأنه لا يمكن تحقيق أي نصر عسكري على روسيا، وبالتالي الهدف الذي كانت تطمح إليه إلى محاصرة روسيا وتقزيم دورها على المستوى الإقليمي والدولي يبدو أنه لم ينجح، وبدلالة أن روسيا اليوم تقود محور دولي من الصين بالإضافة إلى إيران، وهذا دول البريكس التي تشكلت نظام البريكس الذي تشكل هو محور مضاد بالمحور الأمريكي في هذا الاتجاه، بالإضافة إلى تحقيق نجاحات اقتصادية وعسكرية وسياسية، وبالتالي الهيمنة الأمريكية على النظام العالمي والهيمنة الدولرة هي في طريقها إلى التراجع. ولذلك أنا أعتقد جازما بأن الزمن لن يعود باستمرار الهيمنة والسيطرة الأمريكية على العالم، وكذلك دول الاتحاد الأوروبي مستقبلا ربما تعيش حالة من الانقسامات وبالتالي التشرد. نعم دكتور آصف، نتحدث عن بعض التقارير التي ترد. نتحدث عن صحيفة برافدا الروسية التي نشرت موضوعا على إعلان رئيس كازاخستان توكاييف أن روسيا وأوكرانيا أبدتا رغبة في الجلوس للتفاوض، لكن الكاتب شكك بإمكانية حدوث ذلك في الوقت الراهن. رغم عدم وضوح ذلك، دعني أسأل نفس السؤال الذي طرحته الصحيفة، على أي منصة وعلى أي مستوى سيحدث التفاوض إن طرح؟ نعم سيدي، المشكلة يعني موضوع التفاوض، روسيا كما نعلم جميعا لم ترفضه يوما من الأيام، يعني وهي وافقت على المفاوضات منذ بداية الأزمة، يعني منذ عام 2014 ودخلت يعني في مفاوضات مستمرة مع الدول الغربية. ولكن المشكلة كما نعلم جميعا تبين أن الغرب هو يراوغ في هذه المفاوضات ويحاول اكتساب الوقت لكي يسلح أوكرانيا أكثر فأكثر، لذلك الثقة الآن معدومة تماما بين روسيا والدول الغربية. يعني المشكلة أن روسيا حقيقة لن تنسحب، يعني هذه النقطة يجب أن تكون واضحة للدول الغربية، أن روسيا لن تنسحب على الإطلاق من الأماكن التي من هذه الجمهوريات والأقاليم التي ضمتها على الإطلاق. ونعلم جيدا كلما زاد قصف كييف لتلك المناطق كلما زاد نفور سكان هذه المناطق اصلا من اوكرانيا، وهذا نعلمه جيدا. يعني عندما يقصف شبه جزيره القرم يعتقد انه سيستعيد هذه الجزيره، ونحن نعلم جيدا انها شبه جزيره القرم استعيدت بدون اي حرب والسكان انفسهم ارادوا ذلك، لا يوجد هناك من يريد العوده الى اوكرانيا على الاطلاق. لذلك على اوكرانيا اعتقد انها ان تتصالح مع هذا الواقع الجديد وتقبل به وتكف عن زج الشباب وزج يعني الناس في هذه المحرقه التي فقد فيها الكثير من الناس حياتهم. يعني أن المظاهرات تخرج في بعض الأحيان في أوكرانيا من النساء والزوجات الذين فقدوا أبنائهم أو فقدوا أزواجهم، وبعضهم لا يعرف مصيرهم على الإطلاق. لذلك المفاوضات تقبلها روسيا، ولكن الغرب هو الذي ما زال يدفع أوكرانيا إلى مزيد من المواجهة مع روسيا، ومع أنهم يعلمون جيدا أنه لا آفاق لهذه المواجهة، لا يمكن لأوكرانيا أن تنتصر على روسيا بأي شكل من الأشكال. نعم أستاذ عبيدات، كسؤال آخر، الحرب في الآن مستمرة في الميدان، إذا ما أخذنا الصدام في سياقه العالمي، ما طبيعة الصراع؟ هل تحول من مجرد إبعاد للناتو عن حدود روسيا إلى تطلعات تبحث عن تغيير جذري لعالم ما بعد الحرب الباردة؟ نعم استاذ عبيدات تفضل. عفوا دكتور آصف، الناتو على الحدود الشرقيه لروسيا،
المسألة هي أبعد من ذلك. هذا الصراع العالمي يدور هو صراع على الممرات المائية، صراع على الطاقة، صراع أيضا على الاقتصاد. ولذلك أنا أعتقد جازما بأن هذا يتخطى حدود الصراع فيما يتعلق في القضية الأوكرانية. الولايات المتحدة الأمريكية تبحث في أن تضحي بالأوروبيين حتى آخر جندي أوروبي ربما، وبالتالي أنا أعتقد أن البحث في هذا الإطار هو في إطار حرب تشن من قبل الولايات المتحدة الأمريكية لاستمرار نظام أحادي القطبية، ولكن واضح أن هذا النظام قد ذهب إلى خير رجع، وكما قال بوتين نحن نسير إلى عالم أكثر عدالة وأكثر إنسانية، وهذا العالم الذي نتحدث عنه يسير بخطى ثابتة. نحن نجد أن الصين تتقدم اقتصاديا وروسيا عسكريا، وكذلك تتثبت إيران كقوة إقليمية، وهذا التحالف الذي يتشكل عالميا يدفع باتجاه تغيرات جذرية على صعيد النظام العالمي وليس على صعيد القضية الأوكرانية. فالهدف من الحرب التي شنت الولايات المتحدة الأمريكية الحاق هزيمة عسكرية بروسيا، ولكن واضح أن هذا لن يحدث، وما يجري على أرض الواقع يقول بشكل واضح أن روسيا في طريقها إلى تحقيق انتصار حاسم في هذه القضية. أشكرك جزيل الشكر المحلل السياسي الأستاذ راسم عبيدات، كنت معنا مباشرة من القدس. الشكر موصول لك أيضا مدير مركز جي أس أم للدراسات والأبحاث الدكتور آصف ملحم، كنت معنا مباشرة من موسكو. شكرا جزيلا لكما ضيفي الكريمين. مشاهدينا بهذا نصل إلى ختام عدد اليوم من نبض العالم، شكرا على طيب المتابعة، إلى اللقاء.